جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في هذا الزمان هل يجوز للنساء أن يذهبن إلى المساجد؟ لا بأس إذا وجدت الضوابط الشرعية، فهذا في كل زمان، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، يعني غير متجملات ولا متطيبات وغير فاتنات، وإنما يخرجن كما يخرج نساء الصحابة رضي الله عنهن، لما نزل الحجاب خرجن وعلى رؤوسهن الحجاب كأنهن الغربان، عملا بما أمر الله تعالى به ومبادرة إلى امتثال أمر الله عز وجل، وكانوا وصلن متلفعات ببروطهن تنفيذا لامر الله سبحانه وتعالى في قوله: يدنين من جلابيبهن، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. فاذا التزمت المراه المسلمه باداب الاسلام حين خروجها الى المسجد، تركت الطيب وتركت الزينه وتسترت باللباس الصافي الساتر، وتجنبت مواطن الرجال والاختلاط بهم، فلا حرج عليها في ذلك، وإن كان صلاتها في بيتها أفضل. مع هذا كله صلاتها في بيتها أفضل، بقوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عبارته في هذا الزمان أليس لها إيحاء معين شيخ صالح؟ كأنه يقول إن النساء في هذا الزمان تعلمنا وتثقفنا ويعني تمرنا على الخروج، هذا غلط. الشريعة شاملة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، ويجب الأخذ بتوجيهات الشريعة وآدابها في كل زمان ومكان. وربما يكون هذا الزمان أكثر للحيطة، ولأن التساهل كثر فيه وكثر الفساد، فهذا الزمان يجب أن يكون الاحتياط فيه أكثر من ذي قبل، لأن الزمان السابق كان زمان صلاح وتقى، أما هذا الزمان فقد كثر فيه الشر، فيجب التحفظ فيه أكثر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الشيخ صالح، ألا ترون أنه يقصد معنى آخر بأن هذا الزمان فسد والتحفظ على المرأة يجب أن يكون أكثر؟ نعم، ما الذي نؤمنه فيه أنه يقصد المعنى الثاني الذي أشرنا إليه أخيرا. نعم. جزاكم الله خيرا.